Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre programme La Fille du Pays. النهارده الحلقه يعني انا جدا مستمتعه بيها من قبل ما ابداها اصلا، وكنت متحمسه جدا ليها. فكره تعدد الثقافات عموما يا جماعه هي فكره حلوه جدا. ما ينفعش ان انا اجي عند حاجه معينه او حد معين واوقف نفسي. ما ينفعش مثلا ان انا اكتفي بفكره ان انا درست حاجه معينه او خدت شهاده معينه او كذا، لا. المفروض يكون عندي على الأقل لغة كمان إضافة للغة بتاعتي. المفروض إن أنا أكون حد عندي عدد أو قدر كافي من الثقافات اللي أقدر أتعامل بيها مع المجتمع. معانا النهاردة ضيف الحلقة مسيو محمد البربري، مدرس لغة فرنسية. أهلا بحضرتك. مسيو محمد، احنا حابين الاول نتكلم عن اهمية تعليم اللغات. اولا تعلم اللغة له فوائد كتير جدا، بيساعدنا ان احنا نتعرف على ثقافات المجتمعات الاخرى والاستفادة من خبراتهم، بالاضافة الى انه بيجعلنا نستفيد من العلوم، علوم المجتمعات الاخرى من خلال حركة الترجمة. مثلا في عهد الخلافة العباسية قامت حركة الترجمة وأثرت الثقافة العربية بالعلوم الطبية والعلوم الفلسفية. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الصحابة رضي الله عنه أنه يتعلم اللغة العبرية واللغة السريانية علشان يساعده في التعامل مع اليهود ويساعده في التعامل مع ملوك الدول الأخرى. فبيساعدنا ان احنا نتعرف على الثقافات، وبيساعدنا ان احنا بيزود فرص العمل. حلو جدا، يعني معلومة حلوة. وهو الموضوع اصلا فعلا بلس ان هو الثقافة، ان هو كمان يعني هو يعني موضوع ان هو بيغير مني كشخصية او كاسلوب عموما، وبيفيد في العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية. ايوه. طيب احنا ليه بقى اللغة الفرنسية بالتحديد انت اخترتها، وليه نتعلم اللغة الفرنسية؟ اللغة الفرنسية بيتحدثها أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وبيتعلمها أكثر من 32 مليون شخص. واللغة الفرنسية اللغة الوحيدة الموجودة بجانب اللغة الإنجليزية في كل قارات العالم. تمام. فده بيساعدنا إن احنا نتواصل مع أشخاص هذه اللغة. وبيساعدنا أكثر اللغة الفرنسية معتمدة في كثير من المؤسسات الدولية زي الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة. هي لغة رسمية من ضمن اللغات الستة الأمم المتحدة بجانب اللغة العربية والإنجليزية والروسية والصينية والإسبانية. فهي لغة رسمية، وكمان في دول كتير من الاتحاد الإفريقي لغتها الرسمية اللغة الفرنسية. فده بيساعدنا إن احنا نتواصل مع الآخرين ونستفيد من ثقافتهم. بجانب أيضا بيزود فرص العمل زي ما قلنا قبل كده، في أهمية تعلم اللغات بيزيد فرص العمل سواء في المؤسسات الفرنسيه او المؤسسه النقيه الناطقه بالفرنسيه. بجانب ايضا ان اللغه الفرنسيه بتجعلنا مثلا في فرنسا مثلا، وفي بتخلينا مؤهلين اكتر ان احنا للسفر والتعرف على ثقافه الشعوب. حلو جدا. طيب احنا بقى عايزين النهارده نخلي موضوع الحلقه عن الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها في اللغه بشكل عموم، يعني في العموم او بشكل يومي. بس قبلها احنا حابين بس نتكلم عن موضوع ان اللغه الفرنسيه، يعني في بعض الكلمات اللي انا خدت بالي منه اما جيت اقرا في اللغه الفرنسيه وكده، اكتشفت ان هي نفس الكلمات اللي احنا بننطقها بالعربي عادي زي روج وروب والكلام ده، صح؟ تمام. نظرا لتبادل الثقافات والظروف اللي بتمر بها الدول علاقاتها مع بعضها سواء في حروب او سلم، فاللغه بتتاثر بثقافه اللغه الثانيه. فمثلا هنلاقي كلمات من اللغه الفرنسيه دخلت اللغه العربيه، اهل اللغه العربيه تاثروا بها. كمان اللغة الفرنسية دخلها كانت من اللغة العربية، زي مثلا كلمة جيتار جاية من اللغة العربية. كلمة جيغاف زراف جاية من اللغة العربية، بس دي بتتنطق في الانجليش برضو، صح؟ جيغاف جاية من اللغة العربية. بوجي شمعة
أجود أنواع الشمع كان بيجي من مدينة جزائرية، فتسمت على اسم نفس على اسم اسم المدينة. المدينة. أيوة حلو جدا. طيب احنا بقى الكلمات اللي احنا ممكن نستعملها بشكل يومي، عايزينها بقى تمام نبدأها كده واحدة واحدة. تمام هنبدأ تمام. مثلا بالتحية. التحية مثلا بونجور، بونجور بونجور معناها صباح الخير، وبتتقال طول النهار. طول النهار. صباح انت كنت قلت لي، كنت بقول لك احنا دلوقتي فترة مسائية، قلت لي لا هي بتبدأ من الساعة من لحد بتبدأ الساعة 5. لغاية مثلا الساعة 5 في فرنسا، لغاية طول النهار بتقال ايوه طول النهار تمام بونجور، تمام بونجور مسيو، بونجور مدام، بونسوار. بونجور معناها صباح صباح الخير الخير. ومعناها نهارك سعيد. بونسوار بتقال في المساء، بونسوار معناها مساء الخير. مساء بونسوار الخير مدام، بونسوار مسيو. مادموزيل، بونسوار مسيو. كلمة سالي، سالي معناها أهلا، بس ايوه سالي بتتقال للأصدقاء. الأصدقاء بس. الأصدقاء ما ينفعش مثلا أقولها في تعارف رسمي مثلا، ما هي ينفعش الناس أقول اللي عارفاني. ما ينفعش أقول تمام. مثلا سالي مسيو، سالي محمد، سالي حازم، سالي سالو سالو سالي سال سالو سالي سالو. سالي. تمام تمام. تمام الوداع بقى مثلا أقول أوغوفوار، اوفر. أوغوفوار إلى اللقاء، أبيانتو، أدوما، أبليس، تشاو. تشاو. تشاو جاية من اللغة الإيطالية. مش صيني. لا تشاو طيب جاية من اللغة الإيطالية، بس تشاو بتتقال برضه معناها ايه بقى؟ للأصدقاء، معناها مع السلامة برضه. مع السلامة. تمام. طيب تمام ده الوداع. تمام طب حابب أتعرف على حد، اه أعرف اسمه، أو مثلا لو مثلا من سني، أو صديق ليا في المدرسة لسه جديد، أو مثلا في الجامعة. مثلا كومون تابلتي، كومون تابلتي، كومون كومون تابل تي، تو كومون تابل تي، كومون أو تابل كومون تو تي تابل، كومون كومون تي تو تابل. تابل. تفرق في فرق ما بين الاثنين لا ولا ايه؟ هو نفس المعنى، ما اسمه. تمام. لو عاوز بقى أتكلم أسأل عن اسم حد كبير، أو مثلا أستاذ جامعة، حد رسمي يعني، أقول مثلا إيه، كومون فو فو زابلي، كومون فو فو زابلي، كومون كومون فو 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 زابلي. زابلي. تمام. الإجابة ما هتكون إيه؟ جو جو مابيل، مابيل. وأقول الاسم، جو مابيل، جو مابيل محمد، جو مابيل سالي، أو ممكن أقول جو سوي، جو سوي جو سوي، جو سوي، جو جو سوي سوي. محمد، جو سوي أحمد. دي حرف ال او ولا حرف ايه؟ جو، الا. جو ضمير الفاعل، جو أنا، تمام. ايوه سوي يكون. تمام. تمام. تصريف فعل آتغ، والاسم يبقى جو تمام. سوي يعني أنا، جو جسمي مابل انا، شو أنا مابل اسمي. أدعى، أو أنا أسمى فلان. تمام تمام تمام. تمام عاوزين مثلا نقول مثلا نعرف نفسنا، هنقول مثلا جو مابل، شو مابل ونقول الاسم. الاسم، تمام. جو والسن. مابيل محمد. السن جي، جي جو جي اللي هي انا، اه وتصريف فيرب افوار، افوار. جي جي 22 زون، جي انا فان عندي دوزون. 22 سنة، 22 زون. جي فان دوزون. حلوة تصدق. تمام. لطيفة. عاوز اقول مثلا انا مصري، اقول ايه، جو سوي ايجيبسيان، جو سوي ايجيبسيان. ايجيبسيا. انا مصري. تمام. طب لو عاوز اقول انا مصرية اقول ايه، جو سوي ايجيبسيان، جو سوي ايجيبسيا. ايجيبسيان، ايجيبسيان. ان او في الاخر ولا ايه؟ مش فاهم. بنضيف لكلمة ايجيبسيان ان او، ان او. جو سوي تمام. ايجيبسيان. طب لو انا عايزه اقول بقى انا مسلم، او اقول مثلا جو سوي ميزولمون، ميزولمون، جو انا سوي اقولها بالمصري اسهل. ميزولمون. اقولها تمام. بالمصري اسهل. طب لو انا عاوز اقول انا مسلمه اقول جو سوي ميزولمان، يعني ميزولمان، جو سوي ميزولمان. الفرق بين اللغه الفرنسيه والانجليش ان في الفرنسي في يعني في التانيث الفرنسي والمذكر، صح؟ يعني في هو تذكير وفي تانيث. كل لغه لها قواعدها، ولها التأنيث، تأنيث الاسماء وتأنيث الصفات وكده. برضه في اللغه الفرنسيه في حاجه اسمها النازال، الاصوات الانفيه، يعني مثلا بمعنى زي ما احنا بنقول مثلا
Je suis musulman. تمام؟ اه زي ما احنا قلنا بونجور. بونجور. بون ده صوت. بس احنا قلناها مثلا بونجور. بون هي غلط. بونجور. بونجور لازم لازم نزعل. طيب زي مثلا ابيان ابيانتو كومون كومون كومون. فيها نزال تمام. كومون. اه كومون. تمام. طيب عايزين بقى ننتقل لحاجة تانية زي مثلا الروتين اليومي مثلا. تمام. اه نتكلم بقى في الروتين اليومي. هنتكلم مثلا في لاغوتين كوتيديان الروتين اليومي. طيب بغض النظر كمل. اه اشرح لي بقى. تمام. اما مصحى من النوم بقول ايه؟ جو مو ريفي ا 5 دي بقولها لمين ولا بقولها لإيه يعني أصلا؟ مثلا انا بصحى من النوم اه يعني احنا بنقول مثلا الحاجات اللي احنا بنعملها بنقول اه بيها أيوه. مش لازم اتحدث بيها مع شخص. اه يعني أنا يعني صحيت مثلا من انا النوم بص دي. بص انا بصحى الساعة 5 تمام. اقول بصحى الساعة 5 ازاي؟ Je me réveille à 5 heures. Je me réveille À à 5 cinq heures. heures. Je me réveille Je me à réveille 5 heures. à cinq heures. أنا أستيقظ الساعة الخامسة. الخامسة. تمام؟ اه تمام. Je me réveille tôt. Je me تو réveille tôt. تو يعني أنا أستيقظ مبكرا. مبكر. Je me réveille tôt. تو تو Tôt. تو. اه تمام. طيب. عاوز اقول مثلا محمد بيستيقظ متاخرا. تمام. محمد سو ريفي تار. سو ريفي اه اللي هي حرف الأغ فيرب الأر. سو اه ريفي معناه يستيقظ اه بس بنصرفه حسب ايه؟ بنصرفه مع الايه؟ مع الفعل. فهيبقى مع جو هيبقى ايه؟ جو مو ريفي. اه مع احمد او محمد هنصرفه مع الضمير إيل. إل اه اللي هو هو هيبقى إيل سو ريفي تار. هو إل سو يستيقظ في تا. متأخر. هو يستيقظ متأخر. حلوة جدا. تمام. تمام. بننتقل بقى احنا صحينا اهو هنقول يعني مثلا جو مو لاف لو فيزاج هغسل وشي. جو مو لاف لو فيزاج. لو فيزاج. جو مو لاف لي مان. ايه جو مو لاف لي مان هغسل اغسل ايدي. ايدي. اه اه تمام. جو مو بغوس لي دون. جو مو بغوص لي لي دون. دون يعني ايه بقى اغسل يعني سناني. اغسل اسنان. اه انا شاطره اهو. طيب جو مو بغوس لي دون. لي دون. جو مو. تمام. تمام. في الفطار بقى اه في الوجبات في برضو في الروتين الاول مثلا جو مو غاز. جومو غاز. جومو غاز يعني يعني ايه؟ بيحلق دقن. تمام. تمام. جومو غاز بس كده. جومو غاز. تمام. تمام. في الوجبات بقى اه الفطار اسمه لو بوتي دو جوني. لو بوتي دو دو جوني. جوني يعني عاوز فطار. نعم يعني الفطار فطار بس. لو بوتي دو جوني تمام. دي جوني. دي لو دي بوتي جوني. دو جوني تمام. عاوز اقول مثلا انا اتناول الفطار اقول جو برون لو بوتي دو جوني. Je prends Je prends. le petit déjeuner. يعني je prends. يعني Je انا prends اتناول. انا اتناول اه le petit déjeuner. ديجوني دي الفطار. تمام. الفطار. ده في لو ماتان ده في الصباح. تمام. أو ميدي في الظهر. أو ميدي. في ديجوني ديجوني ديجوني. معناها يتغدى. اه عاوز أقول جو ديجون. جو ديجون يعني أنا بتغدى. جو ديجون. تمام. في المساء بقى لو ديني. لو ديني اللي هو إيه؟ العشاء. العشاء. تمام. اه كده احنا خلصنا الايه ال الوجبات. الوجبات الوجبات. خلص تمام. خلصنا بقى وطالعين من البيت عشان نروح الشغل. اه هنعمل ايه؟ هنركب ايوه مواصلات. ايوه مواصلات بقى. المواصلات لو تاكسي لو تاكسي. لو بيس. لو تاكسي لو تاكسي اه لو بيس لو الحافلة لوتوبيس. اه اوتوبيس لوتوبيس اتوبيس. اوتوبيس قريبة من اللغة العربية برضه اصل زي ما لسه احنا بنتكلم عادي. في لو مترو لو مترو. اللي هو المترو المترو. اه دي وسائل مواصلات حديثة فانتقلت بنفس الأسماء. اه لو مترو لو مترو. لو تران. يعني ايه لو تران يعني القطر. اه لو لو تران. تران. لو تران. لو تران. لو تران. تمام. اه عاوز أقول مثلا جو برون لو تاكسي.
شوف يعني ايه؟ يعني انا معناها انا اركب التاكسي. في بروندو، فيرب بروندو، بروندو معناها يتناول، ومعناه يركب. هو يفعل مثلا، هي معناها يفعل ولا معناها يتناول يتناول ومعناها يركب. تمام. يعني احنا استخدمناها في الفطار، جو برون لو بوتي دوجيني، صح. انا اتناول الفطار. ايوه بستخدمها هنا مع وسائل المواصلات، معناها يركب. يركب. جو برون لو تاكسي. هي ليها كذا موضع يعني. لها اكتر من معنى. تمام. طيب مثلا عاوز اقول مثلا جو في او ترافاي اون تاكسي، يعني انا اذهب الى العمل بالتاكسي. بالتاكسي. تمام. تمام. طيب اللي بعده بقى الوظائف. الوظائف. الوظائف خلاص روحنا شغل، هنتكلم في ايه؟ في الوظائف. ايوه تمام. الوظائف بقى يعني اسماء الوظائف الاول مثلا. هنقول مثلا البروفيسور، ان بروفيسور ده عالم. مدرس. مدرس. ان بروفيسور، بروفيسور. طيب مدرسة، اون بروفيسور، ايه اون بروفيسور. في أداة، أداة المذكر وأداة مؤنث. أداة التأنيث. مؤنث. أن بتيجي قدام الكلمة المذكرة. تمام. أون المؤنث. أما نيجي نحفظ الكلمات بنعرفها، بنعرف مذكر ومؤنث من إيه؟ من الأداة. تمام. أن أداة النكرة. أن يبقى كلمة مذكرة. أيوه أون كلمة مؤنث. مؤنث. تمام، حلو جدا. تمام. يعني مثلا أن بروفيسور يعني معلم. او مدرس. مدرس. اون التأنيث. بروفيسور مدرس. مدرس. طيب لو مثلا محمد اي بروفيسور، محمد محمد ايه يكون بروفيسور. ايه؟ مدرس. مدرس. محمد مدرس. il travaille dans un lycée. il يعني هو، ايوه travaille تغفى. يعمل. دون في ان ليسي، المدرسة. المدرسة الثانوية. تمام. تمام. عندنا ميدسا، ان ميدسا. كم ميدسا يعني طبيب. ان ميدسا طبيب. طبيبة. تمام. بيعملوا فين؟ لو ميدسا ترافاي دون لوبيتال. اوبيتال يعني ايه؟ يعني بيعمل في المستشفى. اوبيتال يعني مستشفى. اوبيتال مستشفى. مستشفى. اسمها حلو. تمام. ديريكتور. ديريكتور. ان ديريكتور يعني مدير. ديريكتور. ديريكتور مدير. مدير. تمام. اون ديريكتريس. ديريكتريس يعني مدير. مدير. تمام. تمام. il travaille يعني المدير بيعمل. il travaille هو بيعمل dans une entreprise يعني ايه؟ بيعمل في شركة. في شركة. تمام. 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 في لو دونتيست. دونتيست يعني إيه؟ طبيب اسنان. طبيب اسنان. تيست. اوكي. une dentiste طبيبة اسنان. لو دونتيست طبيب الاسنان. travaille dans un cabinet dentaire. كابيني دونتير يعني عيادة الأسنان. الأسنان. تمام. في عندنا فارماسيا. فارماسيا يعني فارماسيا يعني صيدل. صيدلي. فارماسيا. ان فارماسيا. اون فارماسيين. دي صيدل. دكتورة صيدلانية. دكتورة صيدلانية. يبقى لو فارماسيان ترافاي دون زون فارماسي. فارماسي. فارماسي يعني صيدلية. صيدلي. تمام. تمام. في كونتابل. كونتابل. كونتابل يعني محاسب. محاسب. كونتابل. لو كونتابل ترافاي دون زون بانك. اشتغل في بنك. في البنك. دون زون انتربريز. اشتغل في شركة. يشتغل في شركة. تمام. حلو جدا. ده المحاسب. المحاسب. في امبلوايي. امبلوايي موظف. امبلوايي. اون. امبلوايي ده النظر اللي احنا كنا بنتكلم عنه. اون. اون. امبلوايي. 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 امبلوايي موظف. موظف. اون امبلوايي موظف. موظف. يبقى ان امبلوايي موظف. موظف. اون امبلوايي موظف. طيب
l'employé يعني الموظف, travail dans une entreprise, بيشتغل مثلا في شركة, بيشتغل dans un bureau, bureau يعني مكتب, يعني ايه؟ مكتب؟ bureau يعني مكتب, تمام. تمام. في بولونجي يعني الخباز, كيسيه, كيسيه اللي هو الكاشير اللي كاشير. بيشتغل في السوبر ماركت. إل ترافاي بيعمل في السوبر ماركت. سوبر مارشي يعني سوبر ماركت. سوبر سوبر ماركت، مارشي. تمام. في اوفريي, اوفريي يعني عامل مصنع, تمام. عامل في المصنع او عامل بشكل عموما, اوفريي. تمام. طب إل ترافاي دون زون اوزين, اوزين يعني مصنع, مصنع. اوزين مصنع, اوزين. زين زين. زين. تمام. يبقى لوفريي لوفريي. ترافاي ترافاي. دون زون دون زين. اوزين, يوزين. اوزين. يوزين. يعني العامل يعمل في مصنع. يبقى لوفريي ترافاي يعمل يعمل دون دون اون اون اوزين. في يبقى مصنع. دون زون اوزين, دون اوزين بيعمل في يوزين. المصنع. تمام. في جورناليست, جورناليست يعني صحفي. يبقى جورناليست, لو جورناليست ترافاي دو لا راديو, دو تمام. لا تلفزيون. حلو جدا. في حاجة تانية بقى هنتكلم فيها؟ يعني في نقط تانية مثلا تبع اللغة ممكن، يعني اللي هو مثلا في الشغل، أنا مثلا داخل دلوقتي على المدير بتاعي مثلا أقول له إيه الصبح مثلا، أو مثلا احنا قلنا برضو, قلنا في التحيه, في التحيه مثلا اما بتقابل بحد بقول له ايه, بونجور, بونجور مسيو. طب انا لو بقولها لمجموعه مثلا، يعني بقولها لاصحابي مثلا في شغل داخله على اصحابي، اقول لهم ايه؟ بونجور اتوس, بونجور اتوس. حلوه بونجور جدا. اتوس, بونجور. بصراحه اللغه الفرنسيه يعني ممتعه ومميزه وفيها كلمات حلوه يعني، وفيها كلمات قريبه من اللي احنا بننطقها في العادي، في الطبيعي. واتمنى فعلا ان الناس تاخد خطوه ان هي تزود في اللغات، ما تقفش عند نقطه معينه، تزود في ثقافتها. الموضوع ده هيفرق كتير جدا مع الكل. يعني انا ما بحبش الناس اللي هي بتقعد بقى في البيت، انا خدت مثلا شهاده معينه وخلاص قعدت في البيت واكتفيت بكده، او ان انا مثلا خدت لغه معينه فخلاص اكتفيت. لا، التجديد والتغيير والتطلع على ثقافات الغير امر مهم جدا. واللغة, اللغة مهمة أصلا, بتساعد مثلا على, بتنمي الذكاء, فعلا. بتساعد, بتقوي الذاكرة. عشان الواحد ما بيتعلم أكتر من لغة أصلا, فهو بينتقل, ما بيتحدث بلغة ينتقل لتحدث لغة أخرى, فدماغه, بيسمع ثقافة. ايوه فعلا. دماغه شغال. انا فعلا يعني اما بتابع مثلا ناس، وهو ممكن بصراحة ما بسمعش حد في الفرنسي خالص، يعني عمري ما جازفت ان اخد خطوة زي دي، بس في الانجليش يعني بحب جدا ان هما يتكلموا، ببقى حابة لغتهم، الاغاني بتاعتهم كده. الفرنسي بقى لسه، ممكن إن شاء الله, ان شاء الله إن شاء الفترة الله, الجاية بقى اغير ثقافتي شوية إن شاء الله, باذن الله، موفق باذن الله. إن شاء الله. حلقة جميلة جدا شكرا. وانا حبيتها، واتمنى فعلا ان الناس تاخد المرحله دي، او ان هي تاخد الخطوه دي، ان انا اغير من لغتي. مش ان انا اتجنب اللغه بتاعتي، لا، بس لازم يكون في جنبها لغه تانية، اللي هي معنى اصح اقدر ان انا بعد كده لما حد تاني في دوله تانية بيتكلم بلغه معينه اكون قادر افهم او اكون مستوعب هو بيقول ايه. دي بتكون حاجه حلوه جدا، واللي بيجربها او بيخوض التجربه دي بيستمتع بيها جدا. انا جربتها في الانجليش، انا في الاول ما كنتش برضو في الانجليش حلوه خالص، بس واحده واحده لقيت ان الموضوع لطيف جدا، وان الاغاني حتى نفسها بتبقى ممتعه جدا. هو فبرضه ان شاء تعلم الله. لغات شيء ممتع للي عاوز يتعلم. ايوه، انا ان لو شاء حد الله. عاوز يتعلم لغة لا، انا قررت بيتعلمها النهارده بسهولة بقى خلاص في الفرنش هاخد بقى إن شاء الله, بإذن هاخد الله, التجربه دي إن باذن شاء الله. الله. احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. حابة بس ان احنا ناخد بالنا من موضوع اللغات، اكد عليها ان احنا يا جماعة لازم نوعي نفسنا، ولازم ناخد بالنا ان احنا عندنا نقط كتير لازم نمشي عليها. مش شرط حاجة معينة، او مش شرط اخد ستيب في مكان معين، لا، انا ما اوصل للستيب اللي انا عايزه ممكن اروح او ابحث على حاجة تانية، حاجة تانية اعملها تغير مني كشخص.
الشخص دايما اللي بيغير من ثقافته اسلوبه بيتغير، طريقته، شكله عموما. يعني انا ما بقف عند ثقافه معينه او بقف عند حاجه معينه، بمعنى اصح كده ببقى اللي هو خلاص انا وقفت، حتى في شكلي، في ستايل لبسي، في كده ما بتطورش او ما بغيرش من نفسي. لكن لما ببدا اغير في ثقافتي وببدا اغير ان انا مش بغير من نفسي، بس باخد حاجه جديده، بضيف لنفسي اضافه جديده. هي دي الفكره، وهي دي اللي كنا حابين نوصلها النهارده. انا استمتعت جدا مع مسيو ومحمد. انا استمتعت جدا بحضرتك والله بجد، انا فرحانه جدا بالحلقه وفرحانه جدا انك كنت ضيفي. احنا بقى قبل ما نختم الحلقه هنروح لتقرير، واشوفكم في حلقه جديده مع برنامج بنت البلد. السلام عليكم.